إلى غردايا، أعلنت مديرية التربية في ولاية غردايا عن توقيف تحفظي لأستاذ مادة التاريخ والجغرافيا وإحالته على العدالة. القضية هي موضوع امتحان، هذا هو موضوع الامتحان في مادة التاريخ، وجد الأستاذ الذي حرر السؤال نفسه أمام العدالة، تم توقيفه تحفظيا. فيه نقطتين، فيه نقطة الولاية غردايا التي تغرديت، يعني بقي عندها أو وقف عندها البعض، وفيه نقطة الفتوحات الإسلامية التي ربطها باللصوصية وغيرها وغيرها. فالقضية أثارت جدلا لا أستطيع أن أحدد حجمه، كبير أو غير كبير، المهم هنالك حالة جدل، بدليل أن مديرية التربية في ولاية غردايا تدخلت وأوقفت تحفظيا الأستاذ المعني بهذا الموضوع. حسب البيان دائما أن هذا تصرف فردي لأستاذ التاريخ والجغرافيا في متوسطة المجاهد المرحوم العلامة مولود قاسم ببريان، وورد في موضوع التقويم التحصيلي في مادة التاريخ والجغرافيا لسنة ثانية متوسط، فتم التوقيف التحفظي لأستاذ المادة وإحالة القضية إلى العدالة. أيضا المدير، مدير المؤسسة، تم إحالته على المجلس التأديبي حسب المعلومات. والموضوع كما قلت كان يخص الفتح الإسلامي في موضوع التاريخ. الآن يعني كلام كثير حول الحادثة، ما نقدروش ندخلوا في النوايا، أصعب شيء أننا نقرر النوايا، عن جهل تم ارتكاب هذا الأمر أو عن قصد، عن نية سليمة أو عن نية مبيتة. بصح يا جماعة هنالك مناخ عام في الجزائر، مناخ يجب عدم الاقتراب منه، اللي هو المناخ الهوياتي، مسائل الهوية. من فترة قصيرة كان هنالك قضية القاموس وما أثارته بسبب أيضا الفتوحات الإسلامية، فسهل جدا واحد يربط، حتى وإن كان الحادثة هذه معزولة سهل جدا واحد يربط، لأنها في فترة قصيرة وقعت الحادثة أيضا هذه نتاع الموضوع في ولاية غردايا. فالمسائل خطيرة جدا، لا تقتربوا من هذه المسائل، اتركوا أهل الاختصاص الذين يفتحون النقاش بغرض تطويره علميا وليس بغرض النفخ في الفتنة. والبلد كما قلت محاط بكثير من الأزمات، محاط بكثير من المتربصين، ومسألة الهوية تبدو مسألة سهلة جدا أن يتسلل منها أو عبرها هؤلاء للنيل من الاستقرار. لا أتحدث عن حادث غردايا، يعني نهضر في العموم، ولكن المسألة يعني الشيء بالشيء يذكر. فالبلد في حالة مدى بكم يعني هذه الحوادث أن يتم احتوائها، وربما مديرية التربية في غردايا احتوتها بهذا الشكل، ونتمنى أن يكون هنالك حتى فتح تحقيق ومعرفة الأسباب والمتورطين وغيرها، لأنه المسائل ليست سهلة. معنا صلاح الدين بورقعة، زميلنا مراسل شروق نيوز في غردايا. صلاح الدين مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير أستاذ قادة، لك ولكل مشاهدي قناة شروق نيوز. طيب صلاح الدين، ما هي التطورات في هذه القضية بالذات؟ نعم أستاذ، أنه قامت صباحة اليوم مديرية التربية بولاية غردايا عبر صفحتها صفحة الفيسبوك بإعلان عن قرارات بخصوص موضوع امتحان التاريخ والجغرافيا الذي كان في متوسطة المجاهد مولود قاسم نايس بالقاسم ببلدية بريان فيها. أنه مديرية التربية اليوم أستاذ قادة أوقفت تحفظي الأستاذ مادة التاريخ وكذلك مدير المتوسطة. المدير أيضا موقوف تحفظيا يعني؟ نعم موقوف تحفظيا وحاته لمجلس التأديب. وبهذا الخصوص أستاذ، أنه مجلس التأديب في تربية أنه يوجد أربع حالات مجلس تأديبي، أربع درجات، يعني الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة. نعم، وأنه الدرجة الأولى تكون أستاذ في بخصوص إنذار أو توبيخ، والدرجة الثانية توقيف من 3 أيام إلى 8 أيام، والدرجة الثالثة يكون النقل الإجباري، أو والدرجة الرابعة تكون في التصريح أو توقيف للأستاذ. هذه تقريبا هي والموضوع أستاذ قادة أثار جدا بخصوص
المذكرة التي استند عليها الأستاذ. هي المذكرة هي اللي دارت شوي دارت المشكلة. المذكرة بمعنى المادة التي التاريخية التي استند عليها. إيه المادة التاريخية اللي استند عليها، لأنه الاستناد لا يكون برسالة الماجستير. يعني هو استعمل رسالة ماجستير موجودة بهذا الألفاظ واستعملها كسؤال في الامتحان. سؤال في الامتحان وكذلك كان بالتصرف، يعني أن الأستاذ هو اللي صرف خصوص المحتوى. طيب. الموضوع. طيب الآن المسألة، هل فعلا مثل ما هو الفيسبوك، أنت في غردية وتعرف الأمور أحسن منا في الفيسبوك؟ لا الحمد لله. في الفيسبوك يا صلاح الدين الناس نايضة راكدة، خصوصا أن هنالك حوادث مشابهة وقعت هنا. يعني قبل فترة كان هنالك القاموس هذا الذي تم اتهام مجلس اللغة العربية فيه، والآن هذه الحادثة أو هذا السؤال في الامتحان. فهل مثل ما يصور لنا الفيسبوك القضية كبيرة، أم أن في غردية هي قضية تم احتوائها في إطار ربما خطأ مهني وتحويل المعنيين إلى المجلس التأديبي أو إلى العدالة؟ يعني نعم الحمد لله القضية تم احتوائها من طرف مديرية التربية وكذلك تحويلها إلى العدالة للفصل فيها، ولم تكن بذلك الصورة الحمد لله الأمور تم احتوائها والعدالة سوف تأخذ مجراها حولها القضية. طيب شكرا لك، نتابع طبعا معك صلاح الدين بورقعة مراسل شروق نيوز غردايا في كل جديد. شكرا صلاح الدين. شكرا.